مع بدء موسم الامتحانات، قرر طلاب الجامعة الأمريكية استغلال دراستهم الأكاديمية لمساعدة زملائهم للمرور بفترة التوتر الحالية على كل من أرض الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي. أصلاً إحنا ستة في الجروب وكلنا psychology majors، ودخلنا كويس اسمه social psychology، والكويس ده واحدة من الريكويرمنتس بتاعته ان احنا كنا نعمل a group project. فقعدنا نفكر يعني ايه topic نختاره يكون زي raise awareness على حاجة كل الناس بتريليت ليها، ان احنا نتكلم عن stress و how it affects college students. الأول خلينا نفرق بين stress والanxiety. ايه stress وايه الanxiety؟ الanxiety هي الواحد بيكون عنده اول حاجه، هي حاجه diagnosed، مش حاجه الواحد بيعرفها لوحده، فدي ممكن تسيك ا بروفيشنال وهو يدايجنوز يو از ان انت يو هاف انكزايتي. وانكزايتي عامه بتكون ستريس، او زي اسمها انكزايتي، من حاجه انت مش عارفها. ستريس تبقى حاجه انت عارفها، فعشان كده احنا اخترنا ان احنا نتكلم عن ستريس، وبالذات اكاديميك ستريس او ways to deal with stress عامه. عشان لما عملنا تيك توك الاولاني سالنا ايه sources of stress، ايه اكتر حاجه الناس بتكون ستريسد منها. في ناس كتير قوي ستريسد عامه، وكلنا بنكون ستريسد عامه في حياتنا، انما برضو اللي بيحصل دلوقتي ده خلي ستريس زياده جدا، والناس مش بتكون عارفه ازاي تتعامل مع الستريس ده، فمش بتكون عارفه ايه الطرق الصح. ممكن الواحد يعمل طرق ما هياش غلط، بس مش هي دي الصح. هنام، هطنش، مش هركز، هبقى اوبتيمستيك بزياده واطنش اي حاجه، بس الكلام ده كله مش بيحل الموضوع، هو بس تمبراري ومش بيحله. فاحنا كنا عايزين نتكلم عن الطرق اللي انت تديل والستريس بحاجات صح وهيلثي. من بين كل وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا وقع اختيارهم على تطبيق تيك توك بالتحديد؟ Chose TikTok as the main way to convey our message، أو نحنا نوري البروجكت بتاعنا، عشان we believe in TikTok. أولاً it's very targeted towards the age group that we're working with، إن إحنا we chose to target the age group AUC، الناس from 18 to 21، ف we believe in the age group ده كله بيستخدم TikTok on a daily basis كتير قوي. وغير كده إن it's very influential on them، we're using people from AUC to come share their experiences، فبتكون حاجة personal أكتر. فأنا حاسة إن ده بيخلي الناس to trust us، لإن إحنا we're basically letting them as a group talk، بدل ما إحنا نقعد نشير our own thoughts. غالباً ما يغفل الطلاب عن الفرص التي تفتح لهم من خلال مهامهم الدراسية، لكن هل تدفعهم ردود الفعل الغير متوقعة إلى التفكير في مستقبل هذا المشروع؟ تيك توك اكاونت عامة we had no future plans، we did for the project itself and for like academics عامة، بس we got a lot of like positive feedback and attention from it. حتى like in uni، like when we're like walking in the campus، you're like, إذا I saw you on TikTok، مش عارفة إيه. فI felt like people were very engaged in the content itself، which is very surprising بالنسبة لي. فحاسة يعني people are engaging without knowing that this is academic أصلا. يعني كان كل حد ما بيباس كان بيجي يقول لنا إذا هو أنتوا عاملين تيك توك أكاونت هو دي ستريس وكده. فthey were very interactive and they really liked the initiatives، يعني وقعدوا يقولوا لنا feedback إن هم they liked the activities we did، عشان برضو عملنا DIY stress ball اللي هم بياخدوها معاهم بيت. فهم حسوا ان احنا اي حاجة، الحاجات الهاندز اون اللي عملوها في البوث ساعدتهم في وقت البوت نفسه، وبعدين لما روحوا برضو كانوا عشان روحوا بالدي اي واي ستريس بول دي قعدوا يستخدموها في البيت. We're trying to help reduce the stress. I feel like people are getting the context غلط and they're thinking if we do this we won't be stressed. فحاسة at this like this point we might be more clear about our intentions. I feel like people حتى might feel pressured to هو إذا I don't feel better because يعني I walked and I wrote affirmations and all these things. فحاسة we should make it clear as a group to say هو these are things to help you or guide you to reduce your stress. فI feel like some comments got it wrong but I'm happy we got this feedback because this means that we have to work on something and make our intentions and aims clear. أتمنى أن ينظر الطلاب إلى مهامهم الدراسية في هيئة فرص لهم للمستقبل لمساعدة الغير وصناعة التغيير. نور أمين، تلفزيون الجامعة الأمريكية.